نيجي بقى للبقسماط المشكل. هنعمل بقسماط وهنلعب فيه شوية كده ونشكل. مقادير البقسماط هنحتاج عندي نص كيلو دقيق منخول، ننخله مرة واحدة مش مرتين، هي مرة واحدة نفس فكرة الباتون ساليه. يبقى عندي نص كيلو دقيق منخول، نص معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة من الخميرة الجافة، نص معلقة من ايه؟ من الملح. يبقى كده نص كيلو دقيق منخول، نص معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الخميرة الجافة، نص معلقة صغيرة من الملح. بيضة ونص، بيضة ونص، نخفقهم ونشيل النص. عندي كوباية مية، عندي 3 معالق كبيرة من زيت الذرة أو السمنة أو الزبدة، ده اختياركم أنتوا، ممكن تتحكموا فيه. يا ده مش كلهم، يعني مش زبدة وسمنة وزيت، لا. تمام، هنزين بقى بإيه؟ هنزين بالسمسم، سمسم نحمصه حاجة بسيطة. ندهن الوش بإيه؟ ندهنه بصفار بيضة، مش بالحليب ومش بالمية، بصفار بيضة. ما عندي زعتر، عندي كمون، عندي حبة البركة، عندي سمسم، عندي لو عايزين مكسرات، براحتكم. عايزين تسيبوه سادة وتقوموا حاطين عليه شوكولاتات زي ما أنا هعمل النهاردة، برضو ممكن تعملوا ده، يعني أنتوا هتشوفوا وتقولوا لي رأيكم في الآخر هنعمل إيه. تعالوا بينا لعجينة البقسماط الهايلة. هاخد البيض اهو مع المية، مع هاخد سمنة، ممكن تاخدوا زيت او سمنة او زبدة، مش كلهم مع بعض. انا هاخد سمنة بصراحة، وممكن نعمله كمان بزيت الزيتون، زيت الزيتون هيبقى معاكم حلو جدا. هاخد انا دول اشيلهم من هنا على جنب كده، هاخد السكر بتاعي واخد الملح. بصوا البقسماط بيختلف تماما عن الباتون ساليه طعما ومضمونا شكلا، هما قريبين لبعض، واحد تخين شويه واحد رفيع، بس في الطبيعي لا، هما بيختلفوا عن بعض في الطعم جدا وفي التسويه كمان. يلا بينا، بسم الله، نخفق كل المكونات السائله مع بعضها. يلا طيب، خفقت المكونات بتاعتي كلها، ضربتها مع بعض او بمضرب يدوي او مضرب كهرباء براحتي خالص. هبتدي انزل بالدقيق، مش هنزل بيه كله، هنزل بنص الكميه اهي، وهبتدي اقلب اشوف انا محتاجه دقيق قد ايه. يعني احنا بناخد نص كيلو، بس انتوا برضو في نفس الوقت لازم تركزوا احنا هنحتاج قد ايه، فنحط بالراحه خالص لحد ما نشوف هنوصل لايه. يلا بينا. طيب، بخليها اتعجنت معايا حلو جدا، بخليها تاخد لها قد ايه؟ بخليها تاخد لها حوالي تقريبا قلنا ماكسيموم 7 دقائق في العجن، وهتبقى معانا حلوه جدا، تبقى معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اهم حاجه ما تلزقش في ايدي خالص نهائيا، مش عايزاها تبقى بتلزق في الايد. اغطيها واسيبها ترتاح في الجنب، مش على الثلاجه، مش في اي حاجه، هسيبها ترتاح معايا قد ايه؟ هسيبها ترتاح معايا حوالي تقريبا تلت ساعة، 20 دقيقة، ممكن تسيبيها ترتاح نص ساعة، بس ما تعديش النص ساعة بليز، عشان فيها خميرة ما تتخمرش بزيادة عن اللزوم. هي تلت ساعة حلو جدا جدا جدا. بعد ما بتتساب بترتاح معايا، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هاخد انا ايه يا زوزو؟ هاخد نقطة زيت اهي، خليني اخد من ده، عندي موجود اهو، هدهنها او ورق زبدة. خلاص، يبقى احنا يا ندهن الصينية بتاعتنا زيت أو ورق زبدة. معايا مش زبدة مش سمنة، لا، ادهنوها يا ورق زبدة، يا سوري، يا شوية زيت يا ورق زبدة أهي. هتحسوا إنها عشان الخميرة اللي فيها كأنها بتطرقع تحت إيديكم، هتبقى حلوة جدا. اعرفوا إن البقسماط معاكم هيبقى حلو قوي أهو. برضو الحجم إحنا بنتحكم فيه براحتنا خالص، زي ما إحنا خليني اعمل كده اهو، ونبتدي نشكل الشكل اللي احنا عايزينه اهو. طيب، بعد ما بشكله بسيبه يرتاح؟ لا، ما بسيبوش يرتاح خالص، بدخله الفرن على طول على درجة حرارة 200 مدة 20 دقيقة، بيبقى معاكم بقسماط مقرمش وحلو جدا اهو. خلينا نعمل، طبعا انا بعمل على حسب تقطيعة العجينة، انتوا ممكن تعملوهم زي بعض متساويين براحتكم خالص. أوكي. طيب، نيجي هنا صفار بيضة
بالشكل ده وامسح اهي. عايزاها بالزعتر هعمل عليها زعتر، عايزاها بالكمون هعمل عليه كمون، اهو حبوب كمون. عايزة عليه سمسم هعمل عليه السمسم. يعني احنا اللي بنتحكم في ده. عايزة حبة البركة اهي حبة البركة. هندخله الفرن على درجة حرارة 200 مدة قد ايه؟ مدة تقريبا يعني ما يعادل زي ما قلت لكم تلت ساعة 20 دقيقة. لو عايزة أسيبه النص ساعة براحته خالص هسيبه على درجة حرارة 160. ما تتقيدوش بنوع معين، عايزين نعمله سادة نعمله سادة براحتنا خالص. نيجي بقى للتزيين بتاع البقسماط. بقسماط سادة هنعمل فيه ايه؟ مثلا عايزة الأزرق، هل؟ كل لون ناخد منه شوية. الولاد هيبقوا حابينه جدا، هيروحوا مع أولادهم مع في المدرسة مع الولاد التانيين بشكل تاني خالص بطرق مختلفة تماما. كل ألوان الشوكولاتة، بيضة، سودة، حمراء، صفراء، خضراء، زرقاء، موف، أي لون أنت عايزاه. الألوان كده نشكلها كتير جدا تبقى معانا حلوة قوي 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 قوي. يعني بيبقى حلو وطعمها بيبقى حلو. الشوكولاتة مع البقسماط ده اوكي. يلا اهي، بصوا اشكالهم بتبقى حلوة قوي قوي، يعني بجد بتبقى حلوة معاكم جدا. فاضل عندي ايه؟ هاخد شوكة، هاخد هنا مثلا ساي عندي الاحمر بس هشيلها معايا. عندي الاحمر اهو واعمل كده مع الازرق. عندي كمان اللون الاخضر، اي لون احنا عايزينه براحتنا خالص اهو. خليني اعمل كده. يعني ممكن تعملوا شوكولاتة بيضة هتبقى معاكم حلوة قوي. نعملها فين يا زوزو، في اللون الاحمر ولا الاخضر؟ الاخضر صح، بالشكل ده.